رجل صدمته سيارة، هل يجوز له أن يأخذ من شركة التأمين مبلغا من المال لأن السيارة التي صدمته مؤمنة؟ هذا فرع على حكم التأمين نفسه، التأمين لا يجوز، حرام، لأنه أكل لأموال الناس بالباطل، لا يجوز لأنه أكل لأموال الناس بالباطل. وأنت إذا أصيبت سيارتك صلحها على حسابك، صلحها على حسابك، أو خذ من غريمك الذي جنى عليها وضربها تأخذ منه، أما أنك تأخذ من أموال الناس هذا لا يجوز. نعم.